اعترضت الولايات المتحدة على رئاسة إيران مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيفا، قائلة أنها ترفض حضور المؤتمر وأنها فكرة مثيرة للسخرية، خاصة لأن إيران تخطط لتطوير السلاح النووي. يتطرق مؤتمر الأمم المتحدة ليس فقط انتشار السلاح النووي، لكن أيضاً السياسة المتعلقة بسباق التسلح في الفضاء الخارجي وإنتاج الأسلحة الإشعاعية وتخزينها أو استخدام غيرها من أسلحة الدمار الشامل. النتائج التي يتوصل إليها ستكون توصيات غير ملزمة على أي بلد. وقالت إيرين بيلتون المتحدثة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان أن إيران انتهكت التزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا ترى جدوى تواجدها في مؤتمر يهدف إلى الحد من التهديد النووي العالمي. وقالت بيلتون أنه سيكون من المؤسف للغاية وغير مناسب ترأس إيران المؤتمر من 27 مايو حتى 23 من يونيو. وأضافت أن سفراء الولايات المتحدة سيقاطعون أي اجتماع تترأسه إيران. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات ضد إيران 4 مرات بسبب مخاوف من أنها تسعى لتطوير أسلحة نووية، وترفض إيران السماح لمفتشي وكالة الطاقة بدخول منشآتها النووية وإيقاف تخصيب اليورانيوم. وقال هيل نوير المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الأمم المتحدة، أي دولة عضو التي تعرضت لعقوبة مجلس الأمن الدولي بسبب انتهاكات تتعلق بانتشار الأسلحة أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يجب منعها من تولي أي مناصب رسمية أو شرفية في هيئة الأمم المتحدة. وتقول إيران أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية وأن الطاقة التي سيتم إنتاجها ستوظف لأغراض مدنية، وتنفي تطويرها للسلاح النووي وأن هذه مجرد ادعاءات مزورة من إسرائيل والغرب. ولم يعلق مكتب الأمين العام بان كي مون على رئاسة إيران المؤتمر، مشيراً إلى أنه يترك مثل هذه القرارات إلى الدول الأعضاء.